حضرت من مصر في شهر رمضان وعملت عمرة، ثم رجعت إلى جدة فأتممت بها، ثم أتيت إلى مكة في أشهر الحج ناويا الحج دون لبس الإحرام ولا التلبية، فما علي من مناسك الحج؟ وهل يجوز الصيام لأني لا أستطيع الذبح؟ وما وقت الصيام؟ لا يجوز لك أن تأتي إلى مكة من جدة وأنت تريد العمرة أو الحج بدون إحرام، بل يجب عليك أن تحرم من مقر عملك أو من مسكنك الذي أنت فيه، تحرم بالعمرة إن أردت العمرة وتحل منها، ثم تحرم بعد ذلك بالحج وتكون متمتعا. وإن أردت أن تحرم بالإفراد بالحج مفردا أو بالقران بأن تقرن بين العمرة والحج، فإنك تحرم من مكانك الذي في جدة أو غيرها، من مسكنك أو مقر عملك الذي تحركت منه إلى مكة لأداء النسك، تحرم من مكانك ولا تتعداه بدون إحرام، وتبقى على إحرامك. إذا وصلت إلى مكة تطوف طواف القدوم، وإن أردت أن تسعى سعي الحج مقدما تسعى، وتبقى على إحرامك إلى أن تحج وتؤدي المناسك يوم العيد. هذا إذا كنت قارنا أو مفردا، إلا أن المتمتع والقارن يجب عليهما الهدي، وهو ذبح الهدي في يوم العيد أو في أيام التشريق، بأن يذبح شاة أو يأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة، يشترك السبعة من الحجاج في بعير أو في بقرة يذبحونها لهدي التمتع. ومن لم يجد الهدي، يعني لم يستطع الهدي بأنه لم يكن معه نقود يذبح بها الهدي يشتري ويذبح، إنه يصوم 10 أيام بدل الهدي، 3 في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله أو إلى مقر عمله، 10 أيام. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، 7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. والأفضل أن يصوم 3 قبل يوم عرفة، أن يصوم 3 قبل يوم عرفة. وإن لم يتمكن من صيامها قبل يوم عرفة فإنه يصومها بعد العيد، اليوم 11 و12 و13 من أيام التشريق، لأنه يجوز لمن فقد الهدي أن يصوم أيام التشريق عن دم المتعة أو دم القران كما في الحديث الصحيح. أما غير المتمتع والقارن فلا يجوز لهم الصيام في أيام التشريق لأنها أيام عيد. نعم.